أنا كنت أتفرج على روحي والله جو أفلام بالضبط. يعني أنا من اللحظة اللي وصلت فيها طلعت فيها من وراء الباكستيج المسرح خطر علي كل وقت وكنت فيه مثلا صغير وني أتفرج على كونان وأتفرج على مش عارف إيش وني وأنا قاعد على المسرح نفسه تو. يعني الموضوع مازال مش خاش راسي عرفته. أنا مازال نقول أنا تو أنا قاعد في حلم وشوي يخرب نوع أنا نلقى كله كذب ما فيش من الكلام هذا. لأن الموضوع لو تفكر فيه مستحيل يعني أنا من 5 سنين فاتا كنت وقتها قاعد في حوشنا في بنغازي وقصف وضرب ومش عارف إيش وضي مقطوع ومش عارف شنو. يعني يجيني واحد يقول يا مهند بعد 5 سنين أنت تطلع في البرنامج هذا كأنك تقرأ في الهوروسكوب هذاك البرج بتاعك في الجريدة وكذب. يعني بالضبط. يعني أنا لو واحد مثلا يجيب لي يقول لي أنا كتبت قصة والقصة هذه هي نقول هذه مش يعني قصة مش واقعية يعني.